وشوقي النعيمي وقاطري الندى سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم عليكم سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، سلام عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان مشاهدينا الأفاضل، أكيد الأيام تعلو درجاتها ويرتفع قدرها بما يقترن بها أكيد من مفاخر وذكريات خالدة كريمة وجليلة، فإن ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأنوار هي أجدر الأيام وأجدر الشهور والأشهر أكيد بالحفاوة بالتكريم بالإحياء والاحتفاء، كيف لا، وذلك أكيد يتعلق بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نبي البشرية ورسول الإنسانية. كان مولده مشاهدينا الأفاضل مولد النور الذي أضاء على الإنسانية وأضفى على البشرية سحائب الخير والرحمة والسلامة، فإننا يا رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الناس والأمة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مشاهدينا الأفاضل، مهما تنافس الشعراء والأدباء والمنشدون في وصف ومدح نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم شهادة قيلت في حقه صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك مشاهدينا الأفاضل، شهادة أمنا عائشة رضي الله عنها التي قالت: كان قرآنا يمشي. فعلينا بطبيعة الحال مشاهدينا الأفاضل أكيد أن نتبع الهدي القرآني وأن نسير كذلك حسب التوجيه النبوي، وما أحوج الأمة إلى رسالة الإسلام وعقيدته، عقيدة الحب، عقيدة الرحمة، عقيدة الخير والسلام لكل البشرية. أذكار الصباح ثم نعود. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صباح الخير عليكم مشاهدينا. أكيد مشاهدينا الأفاضل إن حاجة المسلمين عبر العالم إلى السيرة النبوية الشريفة كبيرة، فهي أكيد المنطلق الواسع نحو التغيير، نحو التجديد، نحو الإصلاح والبناء، ونحو العلم والتعلم، ونحو التربية والدعوة كذلك. وبالتالي مشاهدينا الأفاضل، في قناة القرآن الكريمة وفي شهر الأنوار سنواصل دائما في تبيان معالم البناء في السيرة النبوية الشريفة، بالإضافة سنحدثكم عن مواضيع عدة، فابقوا وكونوا معنا.
خف في قلبي نورا وارزقني يا ربي القربى، اقذف في قلبي خيرا واجعلني يا ربي الصدى، اقذف في قلبي نورا وارزقني يا ربي القربى، اقذف في قلبي خيرا واجعلني يا ربي الصدى. صعب صعب وعبيدك قد لبس الذنب، رجيتك يحملني وزري وهويت ببابك منكبا، يا رب الأكوان أجرني إني المشتاق إلى التوبة، إني المشتاق. تقرأ في صدري ويرددها فكري جهرا، أقول لنفسي في سري يكفيك التيه وما مرى، شيطاني أفسد إيماني واللهو آثام أخرى، واللهو جلست ببابك منشرحا وبقلبي أشرقت البشرى، بقلبي أشرقت البشرى، وصحى في شفتي قرآن واشتد الحب مع العبر، رأيت النور فجلست ببابك منشرحا وبقلبي أشرقت البشرى، بقلبي أشرقت سلام عليكم مشاهدينا الأفاضل. بينما تستهدف الأمة في دينها وفي عقيدتها، وجب علينا أن نهرع إلى السيرة النبوية الشريفة حتى نقف على معالم البناء، البناء الروحي، البناء الإنساني، البناء الأخلاقي، وكذلك البناء المجتمعي. في هذا الصدد مشاهدينا الأفاضل ينضم إلينا الأستاذ حسام بذرة حتى يحدثكم على أهم المعاملات في السيرة النبوية بعد الفاصل. عليكم سلام. أستاذي الكريم حسين بدراء، أسعد الله صباحك، مرحبا. أسعد الله صباحكم وصباح جميع المشاهدين بكل خير.
وصباحك، اهلا وسهلا بك في استوديو قناه القران الكريم. استاذي الكريم، اكيد ما احوجنا في ظل التحديات المعاصره وفي ظل كذلك واقعنا المتسارع العوده الى السيره النبويه الشريفه، وما احوجنا كذلك الى اعاده قراءتها قراءه عصريه حديثه لنحاول كذلك تنزيلها او قراءتها حسب متطلبات العصر دائما، اليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو موسوعتنا التي نعتمد عليها في كل وقت ونرجع إليها في كل آن. ولا شك أن المؤمن إذا سمع من النبي قولا هرع إلى تطبيقه، وإلا كنا كلاما فارغا دون عمل، ولا شيء تتقدم به الأمة إن كانت قولا بلا عمل. صحيح. لذلك من عرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على أنها ليست قصصا فقط، وإنما من بعد سماع القصة وما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام من أهوال وما لاقى من ضغوطات وما لاقى من جهل الجاهلين عليه، إلا وأننا ماذا نفعل؟ نطبق ذلك على الواقع ونسقطه في حياتنا، نظام حياة هكذا طبعًا. لينظم حياتنا في شتى مجالاتها السياسية الاقتصادية البيئية، يعني في شتى المجالات دائما، وحتى العسكرية أستاذي الكريم. صحيح. اليوم إن شاء الله تعالى سنرى ثلاث محطات في مبادئ التعامل للنبي عليه الصلاة والسلام. سنرى حلم النبي عليه الصلاة والسلام، سنرى عجيب حلمه، وسنرى أعجب عفوه، وسنرى جميل كرمه عليه الصلاة والسلام، وجميل يعني رأفته بالخلق. في قصة لزيد بن سعنة رضي الله عنه وأرضاه، كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ميثاق، أعطاه 80 أوقية من الذهب على أن يعطيه تمرا إلى أجل معلوم، وحدد بينهم الأجل، تفاهموا على الأجل. وقبل 3 أيام قدم زيد بن سعنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بمجامع ثوبه وقال: يا محمد إنكم إن أقضيني قضائي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلون. مطلون يعني تماطلون في رد الأمانة. وكان أمامه عمر بن الخطاب، فثار عمر بن الخطاب على زيد بن سعنة وأسمعه كلاما غليظا، ففزع زيد، ففزع فزعا شديدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا إذا أذي النبي عليه الصلاة والسلام، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عمر كنا أحوج إليك غير هذا، هلا أمرتني بحسن القضاء وأمرته بحسن التقاضي؟ سكت عمر وهدأ عمر، وزيد يلاحظ، فقال: يا زيد النبي عليه السلام قال: يا زيد، بقي من الآجال 3 أيام، يعني جيتني قبل الوقت، بقي من الآجال 3 أيام، ولكن يا عمر اقضيه قضاءه، يعني أعطي له المال تاعه. حين ذهب زيد بن سعنة وقال: يا عمر زده فوق ذلك 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته، يعني فزعته خلعته. سبحان الله. ذهب عمر إلى زيد فقال: يا زيد هاولك المال تاعك وهذه 20 صاعا من التمر. قال: ما هذه؟ هذا المال تاعي خلاص، فهمنا. وهذا؟ قال: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أزيدك 20 صاعا جزاء ما روعتك. فقال زيد بن سعنة لعمر بن الخطاب: يا عمر أما عرفتني؟ فقال عمر: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. فتعجب عمر، قال: حبر اليهود وكبيرهم؟ قال: نعم. قال: ما حملك أن فعلت بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل؟ قال: والله ما اختبرت شيئا في النبي عليه الصلاة والسلام إلا ورأيته صدقا، غير أني أريد أن أتأكد أن حلمه يسبق غضبه، وأنه إذا اشتد عليه الجهل ما زاده ذلك إلا حلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حقيقة لو نسقط هذا المقام على حياتنا العادية فقط لا نجد فينا الحليمة إلا قليلا. صحيح. ففي وقت الأصمعي قال:
الأصمعي وما أدراك ما الأصمعي؟ قال نجد الكثير من أصحاب الأدب والشعر ولكن نجد القليل في المئة حليما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحلم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه وأسقطت رباعيته حتى قال الصحابة يا رسول الله ادعوا عليهم ادعوا عليهم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت داعيا ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هنا تعجب الصحابة من حلم النبي عليه الصلاة والسلام. كوكب كبير من الحلم في مثل تلك المواقف لا يجد الإنسان إلا أن يدعو على من أضره وعلى من جهل عليه. إلا النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. حلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالصغار. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة حدثت حين كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. قال بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض شؤونه إلى السوق، تعطل أنس بن مالك وأخذ يلعب مع الغلمان، ننسى النبي عليه الصلاة والسلام، نسي ما أخبره حتى تفقده النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يلعب مع الصبيان. فقال أنس بن مالك فأخذ على قفايا بيده وقال يا أنيس هل ذهبتك حين أمرتك؟ فقال أنس بن مالك سأذهب حالا يا رسول الله. حلمه حتى بالصغار، احنا نعرف الصغار، قلت لك روح من هيك ما رحت علىه ما رحت يعني، ويمتد ذلك العقاب ويمتد ذلك الزجر إلى ما لا نهاية. لذلك علينا أن نطوي صفحات الغضب بالحلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. علينا أن نتجاوز صفحات الحياة. صحيح. ضرنا فلان، تجاوز. الحياة ليست طويلة بالقدر الذي نخوض فيه في سفاسف الأمور. صحيح. لذلك هل اعتبرنا بحلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قواعد تسري في الحياة في المجتمع تاعنا، من قطعك اقطعه، من قطعك اقطعه، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام من قطعك صله، صل من قطعك. سبحان الله. لذلك مبادئ النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملات جليلة وكبيرة. أيضا بعد الحلم نجد العفو في غزوة ذات الرقاع في السنة السابعة من الهجرة. حل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكان فيه شجر وحطوا رحالهم ليستريحوا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ظل شجرة ظليلة، شاف شجرة واستظل بظلها وعلق سيفه. طل عليه أعرابي فأمسك السيف وقال فأخذ يصرخ يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بكل ثبات وطمأنينة قال الله، من يمنعك مني اليوم؟ فقال النبي عليه السلام قمة الثقة بالله الله. فارتجت يده وسقط السيف. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال ومن يمنعك مني اليوم؟ فقال كن خير آخذ يا محمد. فقال أتشهد أني رسول الله؟ لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال أعدك أني لا أقاتلك أبدا ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله النبي عليه السلام، عفى عنه. حين ذهب هذا الأعرابي وذاق من عفو النبي عليه الصلاة والسلام، خمم مليح وش صار له. راح للقوم تاعه وش قالهم؟ قالهم يا قوم لقد جئتكم من عند خير الناس. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. قصة عجيبة حدثت لبنت حاتم الطائي. هذه القصة كان في سبا طي، مكانه يسمى طي، كان في سبا طي بنت حاتم الطائي. فلما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا محمد إن رأيت أن تخلي عني فذلك خير، فإني ولا تشمت بي أحياء العرب، لا تشمت بي أحياء العرب، فيتكلم عني، وإني ابنة سيد قوم، إن أبي كان يطعم الطعام
وكان يكرم الضيف، وكان يحمي الذمار، وكان يشبع الجائع ويطعم الطعام، ولا يرد أحدا سائلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جارية، والله إن هذا لمن مكارم أخلاق المؤمنين، هذه الصفات تعالى، وإن كان أبوك مؤمنا ترحمنا عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، عفى عنها. فقالوا: فلما رأت من عفوه وجميل كرمه، ولما رأت من جميل أخلاقه، ماذا فعلت؟ أسلمت هي وأخوها، فأسلمت قبيلة طي جميعا. وهكذا نتعلم كيف نكون سفراء للخير هكذا، وللدعوة ولرسالة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أستاذ الكريم، كذلك حينما هاجر نبينا الكريم من مكة إلى المدينة، بيّن لنا أن المجتمع يبنى على أربعة أركان. قام بداية ببناء المسجد كدلالة على أهمية القوة الروحية، ثم آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، ثم كذلك فتح السوق كدلالة كذلك على أهمية التكامل بين القوة الروحية وبين القوة المادية، بين الصلاة في المسجد وبين التجارة في السوق هكذا. كذلك عندما قام بمؤاخاة عليه الصلاة والسلام بالمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، كذلك كدلالة على أهمية العنصر البشري الموحد الوجهة والموحد كذلك القلب، ثم أيضا ختم صلى الله عليه وسلم كل هذه المراحل بوثيقة السوق أو وثيقة المدينة، وهي يعني كدستور ينظم العلاقات الفردية، العلاقات الجماعية، العلاقات الداخلية وكذلك الخارجية. أفضل ما كان في دساتير النبي عليه الصلاة والسلام ومقومات الحياة ما جاء في النهي بين المؤمنين على التشاحن والبغضاء، ما كان في كلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا في صيغة النهي إلا وكانت فائدة للمسلمين. دم المسلم على المسلم حرام، ماله عرضه، يعني لا شيء يعلو على قوانين هذه القوانين الدستورية الحقيقية التي بنت مقومات الأمة الإسلامية. لا يبغي أحد على أحد، لا يجهل أحد على أحد، لا يبع أحد على بيع أحد، لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه، يعني هذه مقومات حقيقية لاستمرار أمة باقية إلى هذا الوقت. لولا هذا الدستور الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام وفق كلام الله سبحانه وتعالى، ما وصل إلينا هذا الدين غضا طريا، وما وصلت إلينا تعاليم الإسلام كما نجدها اليوم. لذلك ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأتمر به فهي سنته، لحب يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فليأتمر بأوامره فقط، ولينتهي بنواهيه فقط، وليعمل بشرعه اللي هو وشنو؟ كلام الله سبحانه وتعالى. الدستور تاع النبي عليه السلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. حقيقة الحياة لا طعم لها إن غاب شرع الله فيها، والحياة هذه لا قيمة لها إن لم نتأسى بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. كذلك أستاذ الكريم، في الوقت الذي تتعاظم فيه الأزمات والكوارث الفردية وكذلك الجماعية وحتى الدولية عموما، يزداد الاهتمام والبحث عن الحل الأمثل لتحقيق التغيير الجذري وكذلك تحسين الواقع، وبالتالي ربما لابد أن نعود إلى السيرة النبوية الشريفة وكذلك إلى القرآن الكريم، أكيد هما المصدران الأساسيين دائما لتفعيل حياة الإنسان، حياة المجتمع وحياة الأمة. لو نعود إلى أقوال الغرب وأقوال من يعادون الإسلام، إلا أنهم وجدوا في النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: لو كان محمد حاضرا معنا لحل مشاكل الأرض وهو يرتشف فنجان قهوة. هذا الله. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي خبرة الدنيا وخبرة الحياة وخبرة صحيح. المعاملات، وأيضا أكثر من هذا ما أدى إلى الروم، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن تهاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فقال عظيم الروم: ما بالكم في قوم يموتون لأجل نبيهم ويموتون لأجل دينهم،
يعني حقيقة حقيقة جيل النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم واحد المقومات من أجل استمرار أمة لا تموت، لا تموت. الأمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أمة تغذت روحيا، الروح تحتها تغذت، وهي الأصل. القوة الروحية هي المحررة للأوطان والمحققة كذلك لكل يعني النجاحات والطموحات. وفي هذا السياق أستاذي الكريم، هل يمكن أن نقول بأن التدهور الذي تعيشه الأمة في شتى المجالات، يمكن أن نقول أنه أن سبب ذلك يعود إلى تدهور علاقتنا بالقرآن الكريم وكذلك بالسيرة النبوية الشريفة؟ القاعدة بسيطة، ابتعد قوم عن شرع الله سبحانه وتعالى وابتغوا عزة أذلهم الله، ابتعد قوم عن تعاليم الإسلام واستبدلوها بتعاليم دنيوية أذلهم الله. لا خير في قوم لا يعملون بكلام الله سبحانه وتعالى، ولا خير في قوم يعلمون أمر الله ولا يعملون به. يعني مفارقات عجيبة. أن تعلم يعني أن تعمل، بعد العلم عليك بالعمل، بالعمل هكذا. بعد المعرفة عليك بالتطبيق. جيد. ما فائدة أن تعرف شيئا ثم لا تطبقه؟ فإنك بذلك تكون قائلا بلا عمل، ولا خير في قائل بلا عمل. نعم، وبالتالي علينا أن نجسد القرآن الكريم ونجسد كذلك السيرة النبوية الشريفة في أقوالنا، في أفعالنا، في سلوكياتنا، وفي معاملاتنا كذلك مع الآخرين هكذا. تجسيد المعاملات يحتاج إلى جهد جهيد وتربية تسمى بتربية النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أن تقوم الأمة على مقومات حقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، فبذلك نقول على الفرد أن يقوم بالمقومات، أن يقوم على مقومات النبي عليه الصلاة والسلام. ما نقدروش نبني مجتمع من الرأس، وإنما نبني المجتمع من القاعدة، من الأساس. جيد. النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلتي وقلتي آخى بين المهاجرين والأنصار، دار المسجد، دار السوق، دار مقومات أساسية، دار قاعدة صلبة هي أساسها الأخوة الصادقة والإيمان العميق بين المؤمنين. بعدها تفرع ومشى. على الأمة اليوم أن تعود إلى بناء الفرد. جيد. فرد، على بناء الفرد. بناء الفرد على ماذا؟ على أن يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع نبيه. يكفيه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، أمرني الله سبحانه وتعالى أن أفعل كذا أفعل، النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أفعل كذا، انتهى. لا نقاش، لا جدال، تمشي. لا خلاف ولا اختلاف. الاختلاف البسيط لا بأس به، الاختلاف في الأصول لا يجوز. نعم، يجوز الاختلاف في الأصول. صحيح. الأصول هي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نشهد بذلك، نقيم الصلاة، نؤتي الزكاة، هذه أصول لا نختلف عليها ولا نختلف فيها. مقومات الفرد انتهى، أن تكون مسلما انتهى، أن تحمل راية الإيمان هنا حاجة واحدة أخرى. الفرد إن بنى نفسه بناء صحيحا بنى أسرته بناء صحيحا. ومن بعدك أنت بنيت الأسرة تاعك. يا أخي الكريم، وش دك الجارك وأنت ما بنيت روحك؟ جيد. علاش تروح تنصح الأمة وأنت ما بنيت روحك؟ عليك بخاصة نفسك، ابدأ بروحك، ابدأ بأهلك، ابدأ بجيرانك بعد فراغك من أهلك، بعد فراغك من نفسك. وجارك يتأسى بك بالتربية بالقدوة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. التربية أيضا، التربية بالقدوة تعمل أعامل. يعني سبحان الله. صحيح. النبي عليه السلام كان يربي الصحابة بالقدوة، ما يتكلمش. نعم، ما يتكلمش، كان يفعل. يقول الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الفعلية، كاين السنة القولية والسنة الفعلية. السنة القولية هي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما السنة الفعلية ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل وفعله وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، سبحان الله. ممتاز، صلى الله عليه وسلم. كذلك أستاذي الكريم، كثيرا ما نتحدث كما ذكرت يعني قبل قليل، علينا أن نعود إلى التربية بالقدوة هكذا، أن نهتم بالتنشئة ونهتم كذلك بالطفل. كثيرا ما نتحدث عن البناء الحضاري، بناء الإنسان، بناء الأمة، لكن ذلك لن يكون إلا عن طريق البناء الأصيل للطفل، يعني بناء الإنسان النموذج الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإنسان الرسالي هكذا. يجب أن نعلم في هذا أن الكمال لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لا أحد يكون على نهج دائم و
تكون القاعدة أنه يسقط أحيانا ثم يعيد جمع قواه من جديد من أجل أن يستمر في حياة وفق شرع الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علينا أن نعلم أيضا أن البناء الصحيح يكون بالتعاليم الصحيحة، لا يمكن أن نأخذ تعاليما خاطئة ومزاعما خاطئة عن النبي عليه السلام ونقول للنبي عليه السلام كان يدير هكذا وكان يدير هكذا وعلينا أن نفعل. عندنا القرآن الكريم اللي هو شرع الله حاجة صحيحة وقويمة، وعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبت عليها وهي سنة صحيحة. علينا أن نأخذ بسنة النبي عليه السلام من مشربها، يعني احنا عندنا السنة عندنا السيرة علينا أن نطبق فقط، لا أن نبتدع فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها. لا يجب علينا أن نأخذ من الدين ما يناسبنا، إذا حبينا مقومات صحيحة وإذا حبينا تربية سليمة. إذا أخذنا من الدين ما ينفعنا فقط والحاجة اللي تخصنا فقط واللي تخرج علينا فقط فإننا أهملنا الدين وإننا رددنا الشرع. نجد كثيرا من الناس يأخذ من الدين ما يناسبه فقط، يقول لك أنا دين الله سبحانه وتعالى قال لي هذه وهذه وهذه فقط. لا، تعاليم الإسلام كاملة مكمولة مجمولة، وهي كسلسلة إذا فقدت منها حلقة واحدة راه لك يضيع الدين، كالذي فرق بين الزكاة والصلاة فحاربه أبو بكر الصديق، قالوا كيفاش هذا يا الزكاة تمنع الزكاة هذا ركن من الدين. صح. كالذي يقوم مقام الشهادتين ويصلي وبعدك يقول لك أنا أواس يا ما بزاف عليا ما نصومش. مقومات أمة هذه، لا يمكن اللعب في دين الله سبحانه وتعالى. دين الله سبحانه وتعالى ليس اختياريا، هذه القاعدة التي يجب علينا ضبطها. دين الله سبحانه وتعالى ليس لعبا، ودين الله سبحانه وتعالى ليس اختياريا طبعا. الاختيار يكون في القهوة تشربها بالسكر ولا بلاد خلقنا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة هذه الأرض. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم حسام بوذراع على كل هذه التحليلات والنفحات الإيمانية، جزاكم الله شكرا، يومك سعيد. ربي مشاهدينا الأفاضل، أكيد علينا ونحن في شهر الأنوار علينا أن نجدد عهدنا بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نجدد عهدنا كذلك بسيرتنا النبوية الشريفة حتى نتعلم أكيد العبادات الصحيحة والعقائد السليمة والأخلاق الرفيعة والآداب الفاضلة دائما من أجل سمو الروح وطهارة القلب وتزكية النفس. في هذا صدد مشاهدينا الأفاضل الزميلة رزيقة سلاماني تحدثكم عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلنتابع. سلام عليكم عليكم سلام. وشيء من المرح في حدود الشريعة الإسلامية، فكان يسابقهن ويلهو معهن ويرفع عنهن الملل والضجر. كان بساما صبارا يتحمل من أمهات المؤمنين الغيرة الشديدة عليه، وكان الأمن والأمان والظهر الحامي للزوجة والبنت، فما كان يترك البنت إذا زوجها، بل كان يتعهدها بالنصح والإرشاد والتذكير والزيارة. دروس تربوية نستقيها من بيت النبوة، من النبع نقتبس من النور والهدى.
تحول دون ذلك لاختلاف الكثافة بين البحرين، وبذلك يتكون جدار يمنع طغيان بحر على بحر. سبحان الله. ظاهرة البرزخ تتحقق أيضاً عندما يلتقي نهران يختلفان في الكثافة ودرجة الحرارة. هذه الصورة الحقيقية توضح التقاء نهري نيجرو وريو بالبرازيل، فالنهر الأول على اليمين يحوي ترسبات من تربة الجبال ولذلك يظهر باللون البني، أما النهر الثاني على اليسار فهو قاتم بسبب النباتات المتحللة القادمة من الغابة. فعلى الرغم من التقاء هذين النهرين لأكثر من 5 كيلومترات بشكل مباشر، إلا أنهما لا يختلطان ولا يمتزجان. سبحان الله. الجانب المثير في الأمر كله هو أن القرآن الكريم قد ذكر هذه الحقيقة العلمية مع أنه نزل في وقت لم يكن الناس فيه على علم بالفيزياء أو الانكماش السطحي ولا الأوقيانوغرافيا. إنها حقاً آية عظيمة من آيات إعجاز القرآن. إن في خلق السماوات والأرض بهذا الشكل البديع وبهذه الصورة الرائعة لدلالات ولعلامات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى علمه الشامل وقدرته المطلقة وحكمته البالغة، فعلينا مشاهدينا الأفاضل أن نتدبر دائما في يد الله المبدعة للأشكال وللأنواع وللألوان. علينا كذلك أن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى المنظور هذا العالم هذا الكون، وكما يقول علماؤنا سابقا إن لله سبحانه وتعالى كتابان، المسطور والمنظور. المسطور هو القرآن الكريم الذي نزل وحيا، والمنظور هو هذا الكون وهذا العالم وهذه الأشجار والجبال والأنهار والوديان، وبالتالي علينا أن نقرأهما الاثنين معا لأنهما متطابقان، وأكيد ذلك يعزز الشعور دائما بحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى ويقوي كذلك ويثبت الإيمان في قلوبنا. مشاهدينا الأفاضل أهلا وسهلا بكم إلى هذه المساحة الصحية دائما لنحدثكم دائما عن الشأن الصحي، وتزامنا دائما مع المولد النبوي الشريف سنتحدث بحول الله عن مختلف الأضرار والأحداث الناجمة دائما عن ربما عن المفرقعات والألعاب النارية، سنتحدث بحول الله رفقة أهل الاختصاص لكن بعد الفاصل. بسمكم جميعا مشاهدينا الأفاضل، أرحب بالدكتورة حوا سنا، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك ومولودك مبارك. ربي يحفظك مولودك أنت مبارك إن شاء الله والأمة الإسلامية جميعا. آمين إن شاء الله. دكتورة، أكيد نتحدث دائما ربما ككل عام تتجدد ربما بعض الحوادث وبعض كذلك الأحداث التي قد تصيب الأطفال وحتى الكبار والناجمة عن حرب، إن صح القول حرب الألعاب النارية هكذا، لكن ربما في هذا يعني هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارضة الحمد لله ربما فيه وعي من قبل الأولياء من قبل العائلات الجزائرية، وربما يعود الأمر كذلك. المولد النبوي الشريف عاد هذا العام تزامنا مع الدخول المدرسي وكذلك مع أعباء العطلة الصيفية، ربما هذه الأسباب هي التي أدت إلى تراجع ربما الاقتناء الكبير والإقبال الكبير من قبل المستهلكين على الألعاب النارية. يعني صحيح في وش قلتي أنه في كل عام تحتفل الأمة المسلمة بالمولد النبوي الشريف، يعني عن طريق استعمال الشموع والألعاب النارية والمفرقعات اللي تكون خطيرة وتنتج عنها حوادث يعني ضارة جدا التي لا يمكن التراجع عنها.
من يعني أكثر الحوادث اللي يقدر يتعرض الأشخاص هي الحوادث الحروق في المنازل، خاصة كي يشعلوا الشموع في الأماكن المغلقة أو السيارات. الحروق على مستوى الوجه، الحروق على مستوى الجلد، تقدر تكون يعني بدرجات متفاوتة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الخطيرة اللي هي درجة التفحم درجة الرابعة. ثالثا إصابات على مستوى العين، دخول جسم غريب كالبارود أو كيما لافوزي كي تدخل في العينين، يعني تقدر تكون خطيرة حتى تؤدي إلى إصابة يعني تشوه في العينين أو إلى العمى، يعني فقد حاسة النظر إلى الأبد. يعني هذو هما ايضا الحروق على مستوى الاطراف، الاصابع، اصابع الايدين او اصابع الارجل، الذي يؤدي يعني الى بطر، تسمى امبوتاسيون تاع ان دوا ولا دو دوا ولا حتى بعيد الشر كامل الايدي. يعني كاين اطفال اللي صارت لهم هذا المشكل، ويعني مشكل خطير جدا. نعم، نتحدث كذلك عن الحالات الاكثر ضررا والاكثر خطرا والتي تتطلب عنايه واهتمام كبير. يعني حبيت قبل ما نطرق لهذا السؤال اني نشرح طبقات البنيه التحتيه للجلد. انه الجلد فيه ثلاث طبقات، الطبقه الاولى اللي هي اسمها الايبيديرم، فيها خلايا اللي تنتج يعني اللي تحمينا من الميلانوسيت والكيراتونوسيت، يحمونا من اشعه الشمس والاجسام الضاره يعني الاجسام الكيميائيه. عندنا الطبقة الثانية اللي هي لو ديرم، فيها الأوعية الدموية والأعصاب وال يعني لو تيسي كونجونكتيف اللي هو يعمل على ترطيب الجسم وعمل على يعني تجديد الجلد إلى آخره. وعندنا الطبقة الثالثة هي ليبوديرم اللي فيها الخلايا الشحمية اللي هي تحمي أيضا الجلد، بعدها تحتها كاين العضلة وكاين العظام. يعني الحروق من الدرجة الأولى هما عبارة عن حروق تلف في الجلد في الطبقة الأولى، يعني الليبيديرم هو اللي يكون تالف. الاعراض وشنو هما الاعراض؟ يكون احمرار على مستوى الجلد، يكون الم، ويكون يعني احمرار وجفاف والم. كيفاش حنا يعني واش راح نديروا في هذه الحاله؟ نغسلوا بالماء الفاتر من 10 الى 15 دقيقه، يعني الماء ما يكونش بارد بزاف باش ما نديروش لو شوك تيرميك، خاطرش حنا ماذا بينا ما نخلعوش الجلد تاعنا اللي يكون سخون، ماذا بينا حنا نغسلوه بالماء تاع العين. وشنو الماء يكون فاتر يكون قوي، يغسل هذيك الجرحة مليح من 10 ل 15 دقيقة، ثم نستعملوا كريم مرطب سواء لابيافين ولا ميبو ولا حتى عسل حر يكون في المنزل نقدروا نستعملوه، ماهوش يعني ماهوش مانع الاستعمال. هناك من يستعمل مثلا الثلج ومعجون الاسنان وغير ذلك من الثلج نستعملوه للكدمات وليس للحروق، كاين بزاف اللي يخلطوا بين الحرق وبين الكدمه، الكدمه نستعملوه باش نخفضوا يعني الانتفاخ تاع الاماكن هذيك المضروره. ولكن الحروق الجسم اصلا الجلد يكون في حاله يعني الحراره تكون مرتفعه، لازم الحراره هذيك تخرج من الجلد ولازم المسامات يقعدوا مفتوحه، ولهذا نطلبوا يعني من الناس ما يستعملوش دونتيفريست معجون الاسنان، ما يستعملوش السمن، ما يستعملوش الزبده، ما يستعملوش زيت الزيتون، الثلج، هادو كامل، معجون الطماطم، هادو كامل يعني مانعين 100%، خاطرش علاه كي تستعمليهم واش يصير؟ يصير غلق المسامات، وبالتالي الحراره هذيك تاع الجلد تحبس داخل الجلد وتؤدي الى ضرر واتلاف الجلد. حتى كاين اشخاص اللي يستعملوا يعني هاد لا تكنيك يديروا، كاين مام في الاستعجالات شفنا شخص استعمل معجون الاسنان يعني الجلد تاعو ضرر بزاف واضطر الى يعني اضطرنا الى صدق عمل عمليه جراحيه لاعاده ترميم الجلد. باش في هذيك صدق في المومون هذاك نورمالمون كان يخلي الجلد تاعو يتنفس، يستعمل كما قلت لك الماء الفاتر وايضا نيمبورت كيل كريم بيان سور، ولا كانت الحروق من الدرجه الاولى والثانيه. نروحوا دوكا للدرجه الثانيه، هو تلف في انسجه الجلد تكون على مستوى لو ديرم، ثم الطبقه الثانيه من الجلد. الاعراض وشنو هما؟ ينتج عليها فقاعات، الفقاعه هذيك فيها داخل سائل، هذاك السائل يعني هو سائل غني بالبروتينات والبلازما وخلايا المناعه اللي يؤدي الى تجديد وترميم الجلد. كاين بزاف الاشخاص يعني نحذرهم ونمنعهم مناعه باتا انهم يتقبوا هذيك الفقاعه، لانه مش يقول لك لا لا هذاك الماء، هو ماهوش ماء في الحقيقه، هو عباره عن بلازما تاع الدم ارتفعت نتيجه للحروق، وكي تقبيها حتى يعني تحي كيفاش نقول لك للجلد نحي له منفعه كبيره اللي تقدر تخليه يترمم ويبرا يعني في وقت يعني قصير. ولكن اذا صارت حاله وانتقبت هذيك الفقاعه حنا واش نديروا؟ نطلبوا يعني من المريض انه يعقم
هذاك الجرح، لانه الهواء قاس الحرق وبالتالي يكون معرض للعدوى البكتيريه. يبدل البانسمون شاك جور، يعني نديروا ضمادات وبيتادين كل يوم، وايضا نوصفوا كريمه اللي هي لافوزيدين. لافوزيدين هو عباره عن مضاد حيوي باش نيفيتيو بعيد الشر يعني العدوى البكتيريه اللي تصير على مستوى الجلد. ما هي الحالات مثلا او ما هي الجروح التي تستحق مراجعه الطبيب؟ الطبيب يعني الحالات خاصه الدرجه الثالثه اللي احنا نتكلم عليها، اللي تقيس طبقه ثالثه اللي هي لودرم، والحروق بالدرجه الرابعه اللي تقيس العضله والعظام، هذيك يعني ما نديروا لها والو، مباشره الى المستشفى. علينا فقط ان نتفقد المريض باللي يتنفس. التنفس مهم جدا، ولا ما قدرش يعني اللي يكون مع المريض ما قدرش يشوفه بلا يتنفس، يعيط الحمايه المدنيه ولا اسعافات يرافقوا المريض بقارورات الاكسجين مباشره الى المستشفى. ثم كاين اختصاصيين، كاين جراحين اللي يقدروا يعاودوا يربوا الجلد، كاين طبيب انعاش اللي يعاود يشوف اسكو المريض يسحق، يعاودوا يزيدوا له يعني يديروا له دي بيرفيزون، يزيدوا له الليكيد يعني اللي راحوا له كامل. خاطرش كاين بزاف السوائل كيفقدهم الجسم، لازم الطبيب هو اللي يعاود يعني يوصف له عن طريق يعني الاورده. نعم ما شاء الله. كذلك شكرا. دكتوره بالنسبه للمصابين بالحروق بدرجه اولى وثانيه، يعني ما هي التدابير الوقائيه التي ينبغي دائما ان يتخذونها داخل البيت؟ التدابير الوقائيه كما قلت لك يعني الوسائل اللي نستعملوها انه غسل بالماء الفاتر مده من 10 الى 15 دقيقه، ترطيب الجلد. بالنسبه للدرجه الاولى نقدروا ما نغطيوش الجرح كي يكون في المنزل، اما بالنسبه للاشخاص اللي يخرجوا لبرا نغطوها بشاش لمنع يعني اشعه الشمس او الغبار احتكاك او الغبار او جسم غريب. اما بالنسبه للدرجه الثانيه كما قلت في حاله الفقاعات نعقموا فقط من الفوق ونديروا ضماده، اما في حال ثقب الفقاعه يعني تلقائيا يعني كيكون واحد راقد ولا ان نقوموا بتعقيم الجرح ووضع مضاد حيوي يعني ابتعاد عن العدوى البكتيريه. نعم، وهل من ادويه كذلك يتناولها مثلا المصاب؟ المصاب يجب عليه شرب الماء كثير، هذا ما كان يعني احنا المضاد الحيوي بنمدوهش كي تكون يعني حرق خفيف، ولكن حرق كما قلت لك خطير من درجه يعني الحق الثالثه والرابعه، ثم لازم المستشفى لازم مضاد حيوي، لازم تعويض السوائل، لازم طبيب يعني جراح يشوف ولا يقدر يعني كاين حتى اعاده ترميم الجلد يعني في بعض الاحيان. ويعني هذه بالنسبه للجلد. اما بالنسبه للعينين يعني ندخل بالنسبه للعينين، كاين كثير من الاشخاص يتعرضوا للبارود كما ترتقى عليهم اسمها البوق، هذاك فيه البارود هذاك يدخل العينين. كي يدخل العينين احنا واش نطلبوا؟ نطلبوا من الاشخاص انهم يدوروا هكذا عينيهم بالنسبه للمصابه، يحطوها لتحت يغسلوها بالماء الفاتر مده 20 دقيقه، وعليهم كذلك مراجعة وزيارة الطبيب. نعم تأكيد أن هذا الإسعافات الأولية في المنزل. نعم إسعافات الأولية غسل جيدا العينين وتحريكها في نفس الوقت لإعطاء الفرصة يعني باش إليمينيو هذاك الجسم الغريب. بعدها نروحوا ديريكتوم لطبيب العينين. أما في حالة يعني بعيد الشر دخول جسم غريب كيما لافوزي، خاطش كاين بزاف أطفال ما يعرفوش يتيروها يعني للسما يتيروها للأرض، يقيسوا طفل بعيد الشر في العينين تاعو، حنا واش نطلبوا من الوالدين؟ انهم يغطيو بضماده كلتا العينين. وعلاه؟ خاطش حنا كيدخل لا ديريكسيون اللي يدخل فيها لافوزي هذيك، حنا مادا بينا العين ما تبوجيش، اسمها العين المريضه. لو كان نخليو عين وحده مفتوحه العين هذه تبوجي، اسمها هذه اللي مغلوقه راح تبوجي ثاني. ويزيدوا لي كومبليكاسيون يعني لي كومبليكاسيون كيزيدوا بعيد الشر، يقدر المريض يفقد حاسه النظر. على بها نطلبوا من الوالدين الاسعافات الاوليه في المنزل انهم يغطوا بالشاش كلتا العينين ويديوهم مباشره استعجالات جراحه العينين. نعم، وبعد استعجالات جراحه العينين اكيد عند عودته الى البيت ايضا لابد من ربما اخذ بعض التدابير دائما الوقائيه والاحترازيه دائما من اجل منع تفاقم الحاله او ربما مضاعفات اخرى. يعني الطبيب راح يمدلو ادويه كما قلت لك المضادات الحيويه، كاين ايضا ادويه نحطوها في العينين لمساعده يعني على ارتخاق العين على كبر يعني البؤبؤ هذا باش يرقد يعني المريض مليح وما يديرش مجهود لعينيه. يعني هادو هما كتدابير وقائيه، والوقايه يعني خير من العلاج.
يعني ننصح طبعا. خاصة الوالدين بمراقبة أبناء خاصة لأنه الأبناء هما اللي يرميوا يعني المفرقعات والألعاب النارية حتى ولات تستعمل كلها كيف حروب الشوارع ولاو يستعملوا المفرقعات حتى ولينا نخافوا نخرجوا صحيح خاطرش هما اللي يرميوا ما على بالهمش ممكن يحي شعلها تحرق في يديه ومن بعد يرميها صحيح. تلقائيا وبعيد الشر تصيب واحد سواء تدخل ودخل السياره تاعو ينتج عليه حروق كما جانا واحد كيف كيف صار له هذا المشكل تطقو عليه البوق شعلت السياره تاعو حيطف فيها تحرقت كامل يديه يعني هادو ما يعني ننصح كامل يعني لاباس كامل سي الاولياء يمنعوا والمولد النبوي الاحتفال به ماشي هكذا طبعا فوالا جميل جدا هذا نعم. مش كذلك عندما نتحدث دائما عن الجانب الصحي نعم. يعني هذه الحروق الناجمه عن الالعاب الناريه عن هذه الحوادث اكيد ربما فيها انواع مختلفه يعني تحدثنا عن الحروق على مستوى الجلد والتي تصيب الايدي على مستوى الوجه كذلك وعلى مستوى العينين نعم نعم هذه هي يعني الانواع اهمها بالطبع نعم دائما نواصل دائما في هذا في ذات الموضوع عندما نتحدث عن الحرائق دائما الناجمه حتى هناك بعض النساء مثلا الحوامل ربما أكيد. تلك الاصوات أكيد. اصوات الالعاب الناريه أكيد. أكيد. ينعكس عليها سلبا على صحتها على الحمل أكيد. كذلك يعني ماشي برك النساء الحوامل حتى كبار السن حتى كبار السن اللي عندهم الضغط اللي عندهم السكري اللي عندهم امراض القلب يعني هذاك الحس هذاك الصوت المدوي خاصة الصوت المفاجئ اللي ما تسناياش هذا يقدر يدير بعيد الشر يعني زياده ضربات القلب يؤدي صحيح. الى الموت يقدر رفع الضغط ايضا يؤدي الى بعيد الشر بعيد الشر ايموراجي سيريبرال يعني الاوعيه الدمويه تقدر ترتق بعيد الشر في المخ النساء الحوامل تقدر يتحلها البيبي من الخلعه يعني هذوما كامل حنا علاه الحملات التحسيسيه اللي هم يقوموا بها يعني رجال الحمايه المدنيه يعطيهم الصحه ومام يعني شيوخ الدين الكبار بارك الله فيهم هما على كل حال يمدوا هذه النصائح باش هاد الفئه من الناس تكون محميه لانه كما قلت لك الاطفال الصغار ما عندهم شيء يسمى الاولياء تاعهم هما اللي يتحكموا فيهم وباش ما نعرضوش هذه الفئه من الناس اللي هما النساء الحوامل اشخاص المرضى في المنزل اللي ما يحملوش الاصوات بعيد الشر مرض السرطان مرض الضغط الامراض المزمنه يعني بكل خاطرش واحد مريض ما يكون عنده مرض خفيف ما يحملش الحس صحيح يعني بلا ما نهضروا على الحس الكبير اللي يديروه المفرقعات والالعاب الناريه نعم باعتباركم كذلك دكتوره طبيبه اكيد يعني ما هي الحالات الاكثر يعني الاكثر تعرضا لهذه الحوادث والتي قمتم باستقبالها على مستوى المستشفيات الحالات يعني الاكثر هي الاطفال الاطفال ما يعرفوش كما الاولياء يجيبوهم يقول لك انا وليدي خرجته دقيقه برك طاحت عليها بعيد الشر دوبل بوب حرقاته ولا طاحت عليها فيوزي دخلت له في عينيه ماشي هو الاطفال الصغار نعم ماشي هو ما يعرفش ضحيه يعطيك الصحه ضحيه ثم الاولياء لازم يحضروا من الافضل يعني الحمد لله في الوقت في العام هذا العام يعني المفرقعات والالعاب الناريه نقصوا ماشي كما كنا لله الحمد صحيح. لله وانا يعني في ظني انه التوعيه التحسيسيه هي اللي مدت فائده نعم مدت فائده كبيره الحمد لله دوك ولاو الناس يعرفوا الدين يعرفوا كيفاش يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف على بالهم ماشي لاباز المفرقعات ويعني الالعاب الناريه صحيح. ولكن في فئه مازالها دائما ان شاء الله ربي يهديها ان شاء الله ولكن الحمد لله للمرضى نعم صراحة يعني في تراجع وفي ارتفاع في نسبة وفي مستوى توعية. الوعي لدى الشباب لدى حتى يعني لدى الأطفال اليوم عندما نتحدث عن السيرة النبوية الشريفة في شهر الأنوار وكنا في فصل الصيف وأطفالنا كانوا في المخيمات الصيفية صحيح. في المدارس القرآنية كانوا صحيح. يحفظون الحمد القرآن لله. الكريم الحمد لله. ويحفظون كذلك السيرة النبوية الشريفة وتم الاحتفاء بالسيرة النبوية الشريفة وكذلك بتبيان مختلف الضوابط صحيح. مختلف القواعد مختلف الاستراتيجيات ومختلف الأخلاق ومختلف يعني المعالم التي تسخر بها السيرة النبوية الشريفة
وهذا كذلك مهم جدا، وعلينا كذلك أن نستمر دائما في تنمية الوعي لدى الأطفال ولدى الشباب ولدى كل أفراد المجتمع. كما ذكرتي ربما يعود ذلك أو أكيد يعود ذلك إلى مختلف الحملات التي نظمتها مثلا مصالح الحماية المدنية، الحملات كذلك التي نظمتها مختلف المستشفيات، وأيضا نسبة الوعي الديني لدى أطفالنا، وهناك إقبال كبير الحمد لله. الجزائر تعود بقوة إلى القرآن الكريم، إلى النهضة بالقرآن الكريم. الحمد لله. أكيد. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الدكتورة حواء سناء، شكرا جزيلا على كل هذه التحليلات الصحية. ربي يحفظك. شكرا، يومك شكرا سعيد. لك أيضا، بارك الله فيك. فيك بارك الله. مشاهدينا الأفاضل، نتابع نواصل دائما في عرض فقرات برنامج سلام عليكم، لكن بعد هذا الموضوع فابقوا وكونوا معنا. لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. الله ذو الألوهية والعبودية على جميع الخلائق، فهو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة دون سواه. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، وهو الذي ينبغي أن نعبده والذي يستحق العبادة دون ما سواه. وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم 2724 مرة، منه قوله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا عالم الأسرار يا سندي، يا كاشف الأضرار ضاقت بي الدنيا بما رحبت، رحماك بلغ المذنب النفدي. الرحمن ذو الرحمة الواسعة لجميع مخلوقاته بما فيهم الإنس والجن والحيوان، فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء كما ذكر سبحانه في القرآن الكريم، عمها على جميع مخلوقاته. وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله، فهو مختص به جل وعلا، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم 57 مرة، منه قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، وقوله: هو الرحمن الرحيم. أنت الواحد الذي لا يموت ولا ينام. الرحيم
أيضا هذا الاسم يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الرحمة خص الله تعالى بها أولياءه وعباده المؤمنين، فهو يرحمهم في الدنيا والآخرة. ومن آثار هذه الرحمة أن هداهم في الدنيا لعبادته، ووفقهم يوم القيامة أن أكرمهم بجنته ورضوانه. وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم 123 مرة، منه قوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: إن الله غفور رحيم، وقوله: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن. السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل. من واجب الآباء تعليم أبنائهم السيرة النبوية الشريفة دائما لإعداد ولتكوين أجيال صالحة نافعة مصلحة في أمتها، في مجتمعها، وكذلك في أسرتها. تكوين أجيال بناءة وأجيال كذلك قائدة للأمم، ومتميزة أيضا في صفاتها وفي أخلاقها. في هذا الصدد مشاهدينا الأفاضل تنضم إلينا الزميلة والمختصة في علم النفس أنيسة معلم، حتى تقدم لكم جملة من التوصيات والإرشادات في هذا الموضوع، فابقوا معنا. سيدتي الكريمة أنيسة معلم، أسعد الله صباحك. صباحك أسعد عزيزتي، وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. شكرا. أهلا وسهلا بك. دائما وتزامنا مع شهر الأنوار، وأكيد يبقى القرآن الكريم وتبقى السنة النبوية الشريفة الأصلان الثابتان الأساسيان لضمان تنشئة صحيحة وسليمة لأبنائنا. فكيف نقدم السيرة النبوية الشريفة لأبنائنا؟ بداية أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هادي الناس إلى خير يعني خير طريق، ويعني منير البشرية بفضل هداه الذي من فك يعني يحيط بكل مجالات الحياة. ومن أهم هذه المجالات كيف نربي أبناءنا على هدي وسيرة صحيحة وصالحة لهم، تكون منارا لحياتهم على الدوام إن شاء الله. نعم فاطمة، مثلما تفضلتي أنه السيرة النبوية هي من أحسن ما يمكن أن نربي عليه أبناءنا، لأنه فيها من الخير الكثير مما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط بكل الأمور، لأنه هو رحمة المهداة للبشرية. فالله عز وجل لم يترك لنا مجالا لم يأتنا بأمثلة ولا بهدي فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير من قدم هذا الهدي يعني في خاتمة رسالة الأنبياء والمرسلين. السيرة النبوية أحسن ما يمكن أن نعلم أبناءنا يعني فيها، أنه يأخذوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما كان فيها فاطمة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا رسولا. عندما سئل أن يأتي ببعض الأمور التي لا يأتي بها بشر، فقال صراحة: ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بشرا يعني يفعل من أفاعل البشر مثلهم، ولكن يأتي بالأفعال النموذجية ولا الأنموذجية التي على أساسها يهتدي الناس. لما نضع يعني سبل التربية الحديثة التي يتحدث عنها الغرب فاطمة، دائما ما نتحدث عن أساليب جديدة يجد الأولياء، خاصة اللي تربوا تربية محافظة، واللي عندنا احنا وازع ديني وعندنا عرف معين. ولكن عندما نحاول أن نربي أبناءنا وفق التربية الحديثة، نجد أنفسنا مثل ما نقولوا بالدرجة فاطمة ندخلوا في حيط، لأنه هذه التربية أبداً ما تكونش متوافقة مع ميراثنا الأخلاقي وميراثنا الأدبي. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا في كل مجال من هذه المجالات يعني فكر ويعني هدى يعطينا الطرق الصحيحة لها وصالحة لكل زمن ومكان، لأن نعم أصلها ثابت. نعم أكيد فاطمة، يعني حتى أنه من الإنهزامية
يعني من انهزاميتنا أمام أنفسنا أن نأتي بفكر الغرب ثم جيد. نحاول أن نقولب عليه أفكار الإسلام لنقول قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الأولى أن نسبق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث فاطمة عن طرق تربية الأبناء على تربية صحيحة ومتوافقة مع فطرتهم، وقد قال أن الله عز وجل يعني خلق الناس على الفطرة السليمة، وأن الأولياء هم من يهودان أبنائهم أو يمجسانهم أو ينصرانهم. فطرتنا فاطمة سليمة، أو يعني مهمة الأولياء، أول مهمة في هذا الأمر هو المحافظة على تلك الفطرة الجيدة، أن تعاملنا مع أبنائنا بشكل يعني متوافق مع هذه الفطرة هو اللي راح يخرجها إلى النور. بمعنى أنه إحنا ما راحش نأتي بالجديد، نعلمه ممكن أمور إضافية، ولكن أول ما نسأل عنه هي تلك الفطرة، أو يعني أول ما إحنا مسؤولين عنه أن نحافظ على تلك الفطرة الصحيحة اللي متوافقة مع متطلبات الحياة بشكل صحيح. خلينا نروحوا كيفاش نربو أبنائنا فاطمة بناء على الهدي النبوي لا على الهدي الغربي الذي يحاول أن يعني يخرجنا من يعني حتى الآن الحرب راهي حرب على الفطرة فاطمة، أنه يحاولوا أن يغيروا الثوابت ويثبتوا المتغيرات وفق أهوائهم هم وفق ما يريدون أن يؤولوا إليه من فكرة عن المجتمع، ممكن أنه الانفكاك هو أهم سمة يريدون أن يحافظوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة محافظة على تربية الأبناء أول ما أصر عليه فترة ما قبل قدوم هؤلاء الأبناء، أنه اختيار الزوج والزوجة، فأوصى الزوج أن يحسن اختيار أم أبنائه لأنه هي اللي راح تكون حاضنة واللي راح تنشئ ذلك النشأ الصالح. ومن جهة ثانية أوصى المرأة كذلك أن تحسن اختيار الزوج الصالح الذي سوف يكون معينا في هذه التربية. ومثل ما نعلم فاطمة في مجال التربية أكثر الأسئلة التي تطرح علينا أنه الأولياء مع بعض غير متوافقين في طريقة التربية، هذا متساهل وهذا متزمت جدا، هذا يعني لا ما عندوش وازع ديني، وهذا يحاول أن يربيهم على التربية الصحيحة، الأول يعتبره متزمتا، الثاني يعتبره متساهلا، يعتبر الأول متساهلا. في التربية دائما ما نقول قولين بالنسبة للأولياء، أنه نعم قد ما يكونوا متوافقين ومتقاربين في التربية ويوزنوا تربيتهم على الهدي الرباني قد ما كانت تربيتهم سليمة، لأنه ما حاش تصنع صراعات عند الأبناء، لهذه الصراعات الأبناء يستغلوها باش كما نقولوا احنا بالدرجة تاعنا يديروا رايهم، يروحوا عند الولي اللي على باله راح يسهل له أمره ويبتعد عن الولي اللي يتزمت معاه في أمر معين. ولكن كذلك نقولوا أمر مريح للأولياء، أنه إذا ما كانش فيه تباين كبير في التربية، أنه الاختلاف ما روش في الأصول، ما روش في الأمور الثابتة، فنقولوا أنه اعتبر ذلك الاختلاف منع لابنك، أنه أنا مثلا حريصة أنه أرفع تقديره لذاته، ممكن يجي الأب يقول له كلمة ممكن تصغر منه، نعتبرها مناعة، أنه كيفاش حيتصرف ابني بالمعطيات اللي مديتها له في تصرف مثل هذا، مش ولدي حتى يروح للشارع ممكن مش يسمع هذا، ممكن كلام يقلل من قيمته، ولو أنه لا يحبذ أبدا ولا، والمفروض أنه ما يكونش هذا الأمر، ولكن إذا كان فيه تباين نحكي على واقع لا نزينه، نريد مأمولا ولكن نعيش الواقع ونتحدث عنه، فيعتبر أحد الطرفين أنه مناعة لابنه. فنقولوا شوية اللور في مرحلة الاختيار أهم شيء أنه نهضر على مرحلة تربية الأبناء، وقبلها أنه نتخير لأنفسنا من يحقق نفس أهدافنا نفس تصورنا في التربية. نعم، كذلك ربما أيضا سؤال آخر، هل للطفل قدرة على دراسة السيرة النبوية الشريفة وتقييم واقعه وإدراك مواطن القدوة، أو بعبارة أخرى هل يستطيع الطفل أن يجسد مختلف العبر والعظات والدروس المستوحاة من السيرة النبوية في حياته اليومية؟ هل يملك القدرة؟ نعم أكيد، لأن السيرة النبوية فيها كثير من القصص اللي ممكن أن نأخذ لو جزء منها ولو أول فهم العام. مثلا لو تحدثوا فقط نحطوا السيرة النبوية ونتحدثوا على قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء ما يمكن أن نسقطه إسقاط مباشر على سلوكهم، أو نعطلهم الفكرة العملية يأخذوا منها يستقوا منها القيم ويسطروا عليها مسطرة القيم تاعهم، وفيها من القصص اللي ممكن أن نؤجلها إلى مرحلة أخرى. مثلا في قصة سيدنا يوسف مع إخوته ممكن يعني نتحدثوا في جانب الغيرة فقط، على يعني نتحدث في قصة يوسف عن غيرة إخوته منه
ونحثوه على كذا وكذا وكذا، ناخذوا بعض الدروس وبعض النقاط، وانه في الاخير الله عز وجل اظهر الحق وبان الامر اللي كان غلط بينه وبين اخوته، يعني حتى انه اخوته استغفروا. ونؤجل قصته مع زوجة عزيز مصر الى ما بعد، يعني حتى يلحق لعمر يقدر يستوعب. كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خليني نقول لك فاطمة انه استوقفني مرة يعني فيديو لاحد الاطفال، هو طفل تركي ماشي عربي، يبكي بكاء بحرقة بعد ما الأم تاعو كبراتو على السيرة وفهمتو النبي صلى الله عليه وسلم هديو في الشرب وفي الأكل وفي الأدب وفي كذا، في الأخير لما سمع، لما لحقت ما يقولوا بين قوسين الحلقة الأخيرة وليست بالأخيرة لأنه كلها دروس وعظات، لما حدثته عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق أنه قالها كيف مات الرحمة المهداة، ما قدرش يستوعب. فما كانش راح يلحق لهذا التوحد وهذا رد الفعل إلا بعد ما توحد. وهنا نعود إلى التربية على حب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ربما قبل أن نربي أبنائنا على السيرة النبوية لابد أن نعلمهم كذلك الهدف من تعلم ومن دراسة ومدارسة السيرة النبوية الشريفة حتى تظهر هذه الأهداف في أخلاقهم في سلوكياتهم. شوفي فاطمة، لو نرجع برك درجة للوراء، تربية الأبناء لا تقف على أنه نستخرج أمر ما هوش موجود عندهم، لأنه إحنا كي نكونوا نربوه المفروض إحنا نلقن الأولياء، هم يهودان أو يمجسان أو يتركانه على إسلامه تلك الفطرة الطيبة. فطرة نعم. ففي التربية أول نقطة دائما نهضروا عليها هي التربية بالقدوة، أنه أنا نكون قدوة ليه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت أخلاقه القرآن. نعم بورك، سوف نتحدث كيف ننقلها لهؤلاء الأبناء. ولكن قبل ذلك فاطمة، دائما الأبناء يتربى وفق يعني مفهوم معين هو النمذجة، دائما نعطي له النموذج. أنا كي نحكي له على النبي صلى الله عليه وسلم ما نقولوش أحبه، ولكن كي نحكي له كيفاش تعامل مع الصحابة، كيفاش تعامل مع المخطئين، كيفاش تعامل مع الأطفال، وأخلاقه كيف كان تظهر في كل هذه المواقف، فراح بشكل مباشر يحبه. خلينا نعطيك على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في موقف الصلاة أنه الطفل يجب أن يعني نحببه للصلاة ونوضح له كيفاش يصلي بداية من 7 سنوات، ثم نضربه عليها في 10، أمروا أولادكم بالصلاة في 7 وأضربهم عليها في 10. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تحدث عن الضرب ولكن لم يضرب بيده قط في حياته، لماذا؟ لأنه فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم استنفذ كل الحلول التربوية قبل أن يصل إلى احتياج لردع يعني من كانوا تحت مسؤوليته أنه يستعمل الضرب معهم. النبي صلى الله عليه وسلم حطه كحالة ممكن أن ولا كأسلوب ممكن أن نحتاجه في التربية، نعم، لأنه كأمهات كأباء في البيوت نلقوا أنه فيه حالات لتستدعي أنه نلجأ لهذا الأسلوب، ولكن فيه تقنين لهذا الامر انه ما يكونش للوجه، ما يكونش قبل ما نفهم له الامر، ما يكونش بعد ما نفهم له عواقب الخطا تاعو، وما يكونش ضرب انتقامي، وما يكونش ضرب يعني مبرح. فكن نتجاوز كامل هذه الامور، حتى وضربت وليدي ونقول له هل كنت مخطئ في حقك، يقول لي لا لانه انا اللي غلط. ولكن لو استنفذ الحلول التربويه اللي مقبل النبي صلى الله عليه وسلم دارها في معاملته للابناء، فراح تلقاي الابن ماشي فقط يحب هذا الرسول عليه الصلاه والسلام، يتمنى انه يشوف في كل سلوك يعني يتحلى به الاولياء تاعه. شوفي فقط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم للاولياء، النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتنشئه الطفل من عده جوانب. شوفي من الجانب العقائدي، انه تحدث مع احد الصحابه وقال له انه اذا استعنت فاستعن بالله، وانه اذا سالت فاسال الله، وانه اذا اجتمعت الامه كلها على ان تضرك بشيء لن تضرك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك، ونفس الشيء بالنسبه اذا اجتمعت على امر تفيدك به لن يفيدك بشيء الا بشيء كتبه الله عز وجل لهذا الانسان. ففيه حرص على الجانب العقائدي، راه ينور كيفاش يصير، بمعنى من ورايح ما تشوفش حواليك، انظر الله عز وجل واطلبه، ودائما انتظر منه المدد وانتظر منه يعني ما تريد. فهذا من الجانب العقائدي. من جانب العبادات كذلك يعني اوصى بالصلاه للاطفال الصغار، وكذلك تفريقهم في المضاجع. فيه جانبين فاطمه، انه نصح بالعبادات، ومن جانب الاخر انه ذلك التفريق في المضاجع. لو نرجعوا يعني لهذه النقطه في جانب في علم النفس، الطفل من بدايه من 7 سنوات يبدا عمر الادراك انه يبدا يميز الفرق بينه وبين الفتاة وكذا. فانا كيف فرق بيناتهم في المضاجع سوف
أتجاوز كثير من الأمور اللي ممكن أنه تؤدي بي إلى خلل في يعني فيما هو أت. لأن شوفوه من الزاوية المقابلة عند الغرب أنهم حاليا مثلا في بعض الروضات عندهم ولا في أغلب من يعني يتجه ذلك الاتجاه الشاذ بين قوسين يرفض أنه تسمى الفتاة يعني تنادى على أنها أنثى والفتى ينادى على أنه ذكر، لأنه يتركون هكذا على يعني يتركون الحبل على الغارب حتى يعني يلحقوا الوقت هما وهما يختاروا الجنس ديالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصر على هذه النقطة حفاظا على الحدود بين الجنسين باش تبقى تلك الفطرة الربانية فطرة سليمة وصحيحة، تحدث كذلك وأصر على الجانب العاطفي والجانب النفسي للطفل فاطمة. كيف أصر على ذلك؟ كان يقبل أبناءه وكان يحتضنهم، وكان حتى في صلاته كان إذا جاء أحد حفيديه وطلع فوق ظهره كان يطيل السجود فقط مخافة أن يعني 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 يستقيم قبل أن يقضي حاجته ذلك الحفيد. وكان في يعني على خلاف ذلك كان يدخل الصلاة ويريد أن يطيل فيها، ولكن كان يسرع إذا سمع صوت صبي يبكي يعني تحسبا لإحساس أمه التي تسارع يعني قلبها راه معه. فدائما كان يرد باله لإحساس الطفل الصغير ويحاول أن يعني يلبي تلك الاحتياجات من خلال هديه، ذلك الرجل الذي جاءه وقال له عندي كذا وكذا من الصبيان ولم أقبل منهم أحدا، قال له ماذا أفعل لك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ كان يقبل الأبناء وكان يصر على أنه حتى العدل في تلك القبلة، أنه أحد الناس كانوا قاعدين في المجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ابن ابنه أو ابنه فقبله وأجلسه على جنب، وجاءت ابنته أو ابنة ابنته وأجلسها على الجنب الثاني ولم يقبلها، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على أنه يتعلم الأبناء الصدق من صدقنا معهم. جيد. تلك السيدة التي نادت ابنها وقالت تعال أعطيك شيء، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل إذا أتاك أعطيته ذلك الأمر؟ قالت له نعم، قالها إذا لم تعطيه تكتب عليك كذبة، يعني في معنى الحديث. فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم مصر على أنه يعلم الأبناء من خلال أخلاق أبائهم، علما أنه فاطمة لو إحنا في مثلا في مجالنا في علم النفس تعديل سلوك الأبناء هو في الحقيقة تعديل سلوك الأباء، لأنه الأبناء يعني ينحون نحو سلوك أبائهم. في كذلك في حادثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وأتي له بشراب فشرب منه، وكان على يمينه غلام وعلى يساره شيوخ وصحابة، فسأل الفتى قال له الشربة لك، ولكن إن شئت يعني قدمت الصحابة أو الشيوخ عليك، فقال له ما كنت أثير نصيبي منك أحدا، قال له لا يعني ما ليش قابل، لأنه كان حاب يشرب من موضع شرب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حاب أنه يكون خلفه لأنه يعني بعد يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أعطاه هذاك التقدير وهذاك الاحترام لأنه ذلك الفتى كان يجلس على 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 يمينه، فما غفلوش وراح سبق في اللي كبار عليه، بالعكس حفظ له كما نقولوا احنا يقدره وحفظ له مكانته، وذلك الفتى اخذها ما خلاهاش، ما قالش يعني لم يتحدث في حياء وحشمه وخجل وقال لا، حفظ على ذلك الحق. فكان عامل الطفل بتقدير واحترام، كيفاش راح يرجع لفاطمه؟ كيفاش راح انا احتاج انه اعامله باسلوب اخر؟ جيد. قلت انه تعديل سلوك الابناء هو في الحقيقه تعديل سلوك الاباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول دائما ان يعدل سلوك الغير في محاوله يعني في محاوله لتثبيت الصحيح وتاكيد الخطا، ولكن دائما فاطمه كان يستعمل اساليب طيبه. ممكن أن نستقي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع الآخرين، أنه كان يستعمل الأمر والنهي، أنه ذلك الفتى اللي كان يأكل من الصحف من صحفة الطعام وتطيش يده في الأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال له كل سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فكان أمرا مباشرا. نعم. وكان يستعمل في 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 جميل. في مواقع أخرى فاطمة التعريض والتلميح. نعم. أنه كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كذلك هذه الطريقة ممكن استعملوها مع أبنائنا بدل من نحكي له على الخطأ نحكي. نعم. له على الصحيح. نعم. وننبه له. جميل أن نربي أبنائنا على النهي والأمر، كذلك جميل أن نعلمهم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وجميل كذلك أن نعلمهم إنجازات نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. عندما نتحدث عن الهجرة النبوية ونصيب أبناء العصر من هذه الرحلة العظيمة
العظيمة، هنا أكيد علينا كذلك أن نعلمهم أهمية التخطيط، أهمية الأخذ بالأسباب لنيل التوفيق والتيسير من الله سبحانه وتعالى، وأن نعلمهم كذلك أن المهاجر في هذا الوقت هو من يهاجر عن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فاطمة، هذا نسميه في التربية التربية الموقفية، نأخذ من المواقف يا إما تحدث بشكل طارئ أمامنا ونحاول نعطي قيمة فيها، أو نستقي من معينينا الصافي من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو من الحوادث التي كان يعني يعيشها والقصص التي وصلتنا من سيرته الطيبة، أن نحاول أنه دائما نديروا إسقاطات مباشرة على الواقع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هرب بإيمانه وبدينه من قوم لم يحتضنوه، وهرب بمن آمن معه إلى مكان آخر ليحيي ذلك. نفسه فعل الفتية في أهل الكهف الذين هربوا بإيمانهم من بطش من أراد بهم سوءا ولم يردهم أن يحققوا ما أرادوا من عبادات يعني في ذلك المكان. هجرة الإنسان بهذا يعني بهذا الدين، خلينا نقول أنه الآن يهاجر بنفسه إلى نفسه، يعني يحاول أنه، لأنه الآن الفتن فاطمة هي محيطة بنا. الآن الإسلام هو أمر شائع أخذناه بالوراثة يعني بالتعامل، ولكن أن نقيمه حق إقامته. جيد. وأن الإسلام ما نقولوش بدأ يعود غريبا، ولكن بعض أفعالنا ولا بعض سلوكاتنا أصبحت تبدو غريبة بالنسبة للبعض، فأن يتمسك بها الأبناء تمسك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعقيدته وبمحاولة أنه يوصل إلينا هذه الرسالة هي محور سلوكه. فأنه نحس مثلا من هذه القصة لو نفهموا أنه اعتزازك بدينك يكون في أنه تنفذه مهما تعرضت لتنمر مثلا. الآن دائما احنا في تربية الأبناء دائما تحدث مع الأباء على أنه ليس المتنمر عليه دائما يكون عنده نقص معين، بالعكس مرات يكون عنده زيادة، مرات هذاك الملتزم بالدين ملتزم بالصلاة ملتزم بالأخلاق الحميدة هو اللي يضحكوا عليه هو اللي يديروه في صحيح، لأنه دائما يعني حتى خليني نقول لك يعني حتى عند يعني في القرآن الكريم الله عز وجل دائما لفظتي القلة والكثرة كانت مقرونتين بأمرين متلازمتين معهما لكن اليوم يعني استقبلنا ليس اليوم لكن في الحلقات الماضية استقبلنا بعض حافظة القرآن الكريم في برنامج سلام عليكم، تحدثوا عن المكانة الاجتماعية التي يتحصلها حافظ القرآن الكريم وخاتم كتاب الله والإنسان الملتزم والإنسان أكيد الذي جعل من هذا القرآن الكريم محورا ومركزا دائما لاستقامته ولتهذيب أخلاقه وسلوكياته، وبالتالي يتحدثون عن المكانة الاجتماعية يعني التي يتحصلون عليها من خلال يعني هذا القرآن العظيم. نعم، دعيني فاطمة أصل ما كنت أتحدث عنه بما تريدين أن أكمل في سياقه. فاطمة، الله عز وجل جعل دائما لفظ الكسرة دائما مع أكثرهم يعني ربطها دائما مع معاني سلبية، أكثرهم ضالون أكثرهم يعني دائما كانت مع اللفظ السلبي، إنما القلة دائما القلة كانت مؤمنة، القلة كانت صابرة، القلة كانت يعني مصابرة على حقها. الآن لو نروح نتحدث على حفظة القرآن ونهضر على القيمة الاجتماعية، نعم مكرمون كأسر نحب إحنا أولادنا يحفظوا القرآن، ولكن شوفي الشريحة الكبيرة من المجتمع، خليني بين قوسين نقول نقارن الحالتين وليس الوضعين بحد ذاتهم، لأنه حافظ القرآن مكرم من رب السماوات سبحانه، والحفظ ما رحش يكون حفظ للدنيا لمكانات دنيوية، ولكن الحمد لله الذي جعل هذه الفوائد وهذه المنافع الدنيوية كذلك في حفظ القرآن الكريم. نعم، خليني أكون أكثر واقعية منك، راكي متفائلة جدا فاطمة. الواقع يقول فاطمة أنه يجي ما نقولش مؤثر، ذلك المؤثر السلبي لو يخطوا يعني عتبة الوطن يجي لهنايا تلقاي ناس يستقبله بالآلاف، ولكن حافظ القرآن يأتي صحيح. يعني في شكل صح. يعني زهيد، فما نجملوش الواقع فاطمة، نحبوا احنا حافظ القرآن ولكن سلوكا نعم كسلوك نتمنوا انه ولادنا يكونوا حافظين، ولكن الشريحة الكبيرة من صحيح. المجتمع ما راهيش مع الحق يا فاطمة، لو كان الحق يسير فيه الكثير ونراه ما لمجال الابتلاء هنايا، ابتلاؤنا في انه ولو قل السائر في طريق الحق تسير فيه، فهذا هو الصح. فأنا وليدي كي نحفظ القرآن نحفظه باش هو يتخيل روحه أنه يعرضه يوم القيامة عند رب السماوات والأرض، يكون رسالة هكذا نعم، يتجاوز كل تلك الجوائز الدنيوية تعتبر محطات
تحفيزية فقط، ولكن ماشي هي اللي يقيس عليها يعني الأداء تاعو، اللي يقيس عليها النجاح ديالو، لأنه لو ينظر إلى ذلك. لكن هذا هو الأصل، القرآن الكريم كان دافعا سابقا في العصور الأولى للإسلام لقيامه لبناء الحضارة الإسلامية. نعم أكيد، ولكن احكي لي، هل نعيش الحياة بنفس تلك الفكر، بنفس ذلك الفكر؟ أنا أتحدث فاطمة لأنك حطيتي معيار اجتماعي في الموضوع، فأنا قلت حذاري من أن نحط المعيار الاجتماعي، ما نحوسش أنه ألقى قبول في هذا الأمر، لأنه ما راحش نلقاه، لأنه الناس تتهافت خلف التفاهة الآن. النظام ولا بهذه الطريقة، أنه كل ما هو غث سمين ومليح وعنده قيمة الناس تهرب منه. خلينا نعطيك كمقياس فقط، كلنا نحب الحقيقة، ولكن هل نحب سماعها؟ الحقيقة دائما مؤلمة. صحيح. نحب فقط من يعطينا أفكارها كزائفة ولا باش يعني للأسف. نعم، ففكرة أنه كامل نعرفه باللي خلاصنا وثباتنا، خلاصنا لو ثبتنا على القرآن، ولكن ما ليش كنا في هذاك الطريق. يعني حتى أنا دائما ما ألح يعني دائما ما ألح على هذه الفكرة، أنه حفظ القرآن ما يكونش حفظ لكلام الله عز وجل، ونحن نعلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه هجرة للقرآن، من لا يقرأه، من يقرأه ولا يعمل بأحكامه، من اللي قادر يحفظه وما يحفظوش، يعني هو هجرة على مراحل. فالمفروض أنه اللي يحفظ القرآن فاطمة، لو إحنا كأولياء نحب نحفظ أبنائنا القرآن، نحفظهم بحفظ الصحابة، أنه ما يتجاوز عدد معين من الآيات حتى يفهموها ويتدبروها. ممكن أنه ما يعرفش سبب النزول، ممكن ما يعرفش القصة اللي يحدثت فيها ولا يعني كيفاش جاتنا هذه الآية، ولكن أنه يتدبر معانيه ويعرف كيف يسقطها في واقعه، فراح يخليه يحس أنه الدغانيمة كبيرة، أنه ما هوش حافظ فقط كلام، لأنه ولو كان حفظه يكفي ويغني، ولكن تدبره أولى باش لا تتزعزع لا عقيدته ولا إيمانه، ولا يرجو من الدنيا أو من يعني لا يرجو جزاء دنيويا، راح دايما يتعلق بمعاني القرآن. وأحسن مثال في هذا فاطمة ذلك الكتاب الذي ظهر في إحدى مشاهد المقاومة يعني الشريفة في غزة، لما السلاح أمام ورسائل من القرآن. صحيح. للكاتب يعني الكاتب المعروف، فتعطي معنى أصيل أنه وكأنه رسالة لنا حنايا، أنه هذا الكتاب اهتدوا على هدية، خليه مرافق للقرآن، خليك تفهم القرآن من خلاله بفهمنا الآن، لأنه فيه كثير من أمهات الكتب اللي تشرح القرآن. نعم. صحيح. ولكن ممكن أنه بسطها وعطاها في نعم. في شكل رسائل سريعة لمن يريد أن يستزيد ويستفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين، أولئك من جسدوا القرآن الكريم وجسدوا الإيمان وجسدوا كذلك السيرة النبوية فعليا وعلى أرض الواقع. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة المختصة في علم النفس أنسة، معلم على كل هذه التحليلات النفسانية. يومك سعيد. مشاهدينا الأفاضل، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشوقي